مشاهدينا اهلا بحضراتكم في فقره طبيه جديده من فقرات برنامجكم طبيب اليوم. النهارده احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو مشكله مهمه جدا. طبعا احنا بنتحدث كثيرا عن تاخر الحمل او الاجهاض المتكرر او كمان اسباب فشل الحقن المجاري او عدم نجاحه. لكن في بعض الحاجات دي كلها في سبب خفي وراء فشل الحمل او عدم نجاح الحمل او اجهاض او كمان فشل الحقن المجاري. السبب ده مش كتير من الدكاتره بيقدروا ان هم يكتشفوه، ومش كتير كمان بيهتم بان انا اقوم بعمل بعض التحاليل اللازمه لمعرفه كمان كفاءه الجهاز المناعي. الجهاز المناعي ده مهم جدا بشكل كبير جدا في اتمام الحمل وكمان اتمام الحقن المجاري واطفال الانابيب وكل اساليب طبعا الاخصاب. احنا بنحاول بكل الطرق ان احنا نلقي الضوء على الحاجات اللي انتم ما بتبقوش عارفينها، او ان كتير من متابعينا بتكون بتعاني من هذه المشكله ولكن هي ما بتقدرش توصل للحل ده. ممكن من خلالنا تقدري تسمعينا كويس جدا وتعرفي يكون ده سبب، يعني ان نكون احنا سبب في ان ربنا يرزقك بطفل او بطفله جميله، علشان مجرد انك تعملي بعض الاجراءات الطبيه اللازمه لعلاج الجهاز المناعي او لتقويه الجهاز المناعي. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل النهارده، ولكن اسمحوا لي ارحب بضيفنا اللي دايما منورنا ودايما بيكون بيجيب او بنحاول نتحدث معه في الحاجات اللي مش العامه، يعني مش ازاي بقوم بحقن مجهري او ازاي الحمل بيحدث، مش مواضيع عامه ولكن بنتكلم في حاجات مهمه جدا ومشاكل خطيره جدا لتاخر الحمل. بينورنا النهارده دكتور عمرو عبد الرازق، دكتوراه امراض النساء وعلاج العقم جامعه عين شمس، واستشاري اطفال الانابيب والحقن المجهري بدار الطب، وزميل الجمعيه الاوروبيه لعلاج تاخر الحمل. اهلا بيك يا دكتور منور. اهلا بحضرتك يا استاذ، اهلا وسهلا. كان انا في المقدمه قلت ان احنا في بعض الاوقات كتيره جدا بتكون السيدات بتعاني من اجهاض متكرر او عدم نجاح الحمل او كمان عدم او تاخر الانجاب او كمان لما بيحصل حقن مجاري بيفشل وما بيتمش. في زي ما نقول لهو خفي وراء هذا وهو الجهاز المناعي اللي كتير من الدكاتره ما بيلتفتش ليه ولا يعني بيديله حقه في ان هو يعرف كفاءه الجهاز المناعي لاتمام نجاح حمايه الحمل. بص يا استاذه، هو طبعا كلام حضرتك مظبوط. هي الفكره كلها الناس علشان تفهم يعني ايه جهاز مناعي وما يبقاش مجرد عباره كده بتتقال. الجهاز المناعي ده المفروض الجهاز اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه جوه جسم كل بني ادم بغرض الدفاع عنه ضد اي حاجه خارجيه جايله من بره. الجهاز المناعي للام بيعتبر ان البيبي ده حاجه جايه من بره. لان البيبي ده بيتم تكوينه من خلال لقاء، سواء اللقاء ده بيتم بالطريقه الطبيعيه داخل قناه فالوب ما بين بويضه مع حيوان منوي، او بيتم في المعمل اثناء الاجراء اللي اسمه اطفال انابيب وحقن مجهري. وفي الاخر بيوضع داخل التجويف بتاع الرحم علشان يخش من نقطه الدخول بتاعته داخل بطانه الرحم. فبالتالي بالنسبه للبيبي ده، بالنسبه للجسم ده جسم غريب، يعني زي ما حضرتك تقول كده بيعتبره فورين بادي زي ما بيقولوا بالظبط. هو بالنسبه لطفل، بالنسبه للطفل الفرق ما بينه وما بين الفيروس بتاع البرد اللي بيجي لنا في الشتاء ويقرفنا، اني ربنا سبحانه وتعالى بيبقى حاطط فيه مجموعه من الاشارات. الاشارات دي اشارات تعريفيه علشان الجهاز المناعي يبتدي يتعرف عليه فيبتدي يقلل من كثافته ويستوعبه ويستقبله من غير ما يبتدي يهاجمه. في حاجات كتيرة جدا وتطبيقات كتيرة جدا في مجال مساعدة الإنجاب، سواء الأسباب الأولية أو السنوية أو الإجهاض المتكرر، ليها علاقة بالجهاز المناعي وللأسف لا تذكر وتهمل. لما نيجي نتكلم يا أستاذة عن هو الجهاز المناعي خلله يؤدي لإيه؟ خلل الجهاز المناعي ماشي، ده جزء ممكن يكون او عيوب الجهاز المناعي وما يترتب عنها ممكن يكون يا اما خلل اصيل في الجهاز المناعي نفسه او يا اما يكون خلل في الاشارات الصدر عن البيبي. خلل الاشارات الصدر عن البيبي دي خلينا نجنبها شويه لان الكلام فيها كتير. وخلينا في الجزء الاوضح اللي نقدر نتعامل فيه، خلل الجهاز المناعي. الجهاز المناعي تعامله مع الحمل وحدوثه بيجي على مستويين. المستوى الاول خلينا نشبهها بحاجه بالراحه شويه عشان الناس ما تتوهش مننا.
ده حاجة عاملة زي الشبكة موجودة على مستوى بطانة الرحم اللي احنا بنسميه جهاز المناعي الموضعي. تمام. ده كل الغرض من تواجده هو منع التصاق الجنين على بطانة الرحم. وإذا ما الجنين استطاع النفاذ من خلال الشبكة دي وابتدى يخش من نقطة دخوله في بطانة الرحم وابتدى يزرع نفسه، جهاز الست المناعي ما بيسيبوش. بيبتدي عن طريق حاجة ممكن يكون الناس بتسمع عنها شوية اسمها أجسام مضادة. يبتدي يكون جلطات صغيرة. الجلطات الصغيرة دي بتؤدي في الآخر لانقطاع الدم عن البيبي ده وتوقفه عن النمو. سهل بقى ان احنا ناخد المبدأ ده ونبتدي نتكلم فيه، بس بشرط ان يكون اصلا في دماغنا. بمعنى لو انا حاجة اتكلم مثلا عن سيدة تعاني من تأخر حمل اولي، ست ما خلفتش قبل كده. الست دي لما بتيجي تروح اي عياده ويبتدي الناس تتكلم معاها بيطلب فحص منوي للزوج، بيطلب فحوصات للمبيض، بيطلب فحوصات للانبوبه اذا ما طلبت. المراكز المتقدمه شويه بتبتدي تتكلم كمان عن فحوصات بطانه الرحم. ما حدش بيجيب خالص سيره الجهاز المناعي، عنصر الجهاز المناعي خالص تماما في اي حاجه، على الرغم من انه جزء لا يتجزا من علاقه الجنين ببطانه الرحم. لما يجي مثلا نتكلم على سيده تعاني يعني من ضمن المناظر اللي الاشكال اللي بتتشاف وبترى في مجال مساعده الانجاب، اسباب ليها علاقه بالجهاز المناعي وليها علاقه بتاخر الحمل الثانوي مش الاولي. يعني ست حملت وربنا اكرم وحصل حمل وبعد كده الدنيا توقفت ومشينا ورا كل الاسباب المنطقيه والغير منطقيه، لقينا ان كل الدنيا ما عندناش فيها مشكله. وبالصدفه الست دي ابتدت تشتكي من ان هي بتتعب كتير، بيجي لها دوار برد كتير، مجهودها قليل جدا، مجهودها اي مجهود ضاع قليل، بالصدفه ابتدت نطلب الطلب مجموعه من الفحوصات ليها علاقه بالجهاز المناعي، طلع منهم حاجه ايجابيه. طب هو ايه اللي جد ما بين الحمل الاول وما بين الحمل الثاني؟ ان الجهاز المناعي اللي حس انه خدع في اول حمل قرر انه ينتقم، ياخد يعني كده يبقى يعني جاهز. ازدياده للخبره ده في ظل وجود عناصر تانية اصبح عائق ضد تكوين حمل مره اخرى. يمكن اشهر تطبيق لعيوب الجهاز المناعي حاله الاجهاض المتكرر. ورغم ان الاجهاض المتكرر يعتبر من اهم اسبابه خلل الجهاز المناعي، سواء بالصوره المباشره أو غير المباشرة، العيوب المباشرة في الجهاز المناعي أو عن طريق تنشيط الجهاز المناعي بصورة غير مباشرة عن طريق التهابات فيروسية قديمة بتيجي للست وتعدي على أنه دور برد عادي خالص، إلا أني مجال فحص مجال الفحوصات واستدراك خلل الجهاز المناعي في حالات الإجهاض المتكرر عادة بيبقى قليل شوية. بمعنى معظم السادة الأطباء عارفين أني خلل الجهاز المناعي أحد العيوب اللي ممكن تخلي الست تحصل لها حمل وإجهاض. صحيح. والحمل والإجهاض ده يتكرر أكتر من مرة. فحوصات الجهاز المناعي عبارة عن مجموعة من مستويات مش كلها بتتعمل مع بعض ومش محتاجة كلها تتعمل مرة واحدة. يجي السيدة يتعمل لها مجموعة من الفحوصات اللي ليها علاقة بالأشياء المبدئية شوية، ويطلع واحد ولا اتنين منهم يطلبوا ويطلعوا نتيجتهم سلبية أو يطلع فيهم أجسام مضادة. يمكن أشهر حاجة قصة داء القطط، رغم أن داء القطط ده أبسط ما في الموضوع بالظبط، ماشي، والست يتقال لها والله هنديلك شوية علاج مضاد حيوي علشان خاطر داء القطط اللي عندك لأنه هو اللي كان بيسقطك وخلاص وكفاية على كده. تجيلك الست بتسقط تاني. طب يا ستي انت خدتي علاج لما تقلك أن في حاجة ليها علاقة بجهازك المناعي؟ لا، هم ادوني علاج لداء القطط، هم ادوني علاج للفيروس، هم ادوني علاج لكذا، مع ان الفيروس كمان ما بيتعالجش بالمضاد الحيوي. في يعني اسباب ليها علاقه بان بيبقى في التهابات فيروسيه قديمه، وفيروس بيبقى منتهى الضعف ما بيعملش حاجه، ما بيديش اي اعراض. بس هي الفكره في ان الفيروس الضعيف ده بيفضل كامن جوه جسم السيده، بينشط وطول ما هو ما بينشطش، بس طول ما هو موجود قاعد عمال يحفز في الجهاز المناعي. جهاز الست المناعي لانه مش عارف يتخلص من الفيروس فبيبتدي يبقى في منتهى العنف والشراسه على الشيء المقارب لشكل الفيروس، اللي هي ايه؟ خلايا جايه من بره سريعه الانتصاء، سريعه التقاسم. مش دي خلايا البيبي بالظبط؟
فيبتدي يهاجم البيبي على انه ده الفيروس اللي اصلا نشطه. فلما الست تروح تاخد علاج للفيروس تيجي الست تقول لي انا خدت علاج مشيت عليه فوق شهرين ولا الثلاث شهور وهدني. طيب ما تي رايك، ايه رايك يا ستي تعالي نعمل اجسام مضاده للكلام ده. النتيجه زي ما هي ما اتغيرتش، ما اتغيرتش. ده اذا كمان ده مطلوب منها واذا ما كانش كمان في النص جات لي باجهاض تاني. لان بمنتهى البساطه انت لما بتيجي تعالج المسبب لازم تعالج المسبب ده تؤدى لتغيير في ايه. يعني الجهاز المناعي ماشي اللي تسبب ان تنشيطه بالفيروس اللي كان موجود لازم هو كمان ابتدي اعالجه. مش هكتفي بان انا عالج الفيروس وما عالجش الجهاز المناعي. المشكله يا استاذه في اني بيتم التعامل مع الجهاز المناعي على ان هو حاجه صلبه. بمعنى الجهاز المناعي مش لحمية موجودة في بطانة الرحم هشيلها او ورم لوفي موجود في بطانة الرحم هخش اعمل واشيله والموضوع خلص. لا طبعا. او كيس على المبيض هخش اشفطه وخلص. الجهاز المناعي جهاز انتراكتف او متحرك او بيتفاعل مع البني ادم. بيتأثر بحاجات كتير، حاجات منها احنا نعرفها وحاجات كتيرة ما نعرفهاش. صح. فهي الفكرة كلها في حاجة يا أستاذة، ومن الغرض من إن إحنا بنتكلم في الكلام اللي قد يظهر إن هو صعب شوية. هو بس حضرتك بتحاول فعلا بكل الطرق تشرحه بطريقة مبسطة جدا جدا لكل مشاهدينا، علشان يعني في سيدات أكيد دلوقتي بتقول أنا عندي المشكلة دي وخلاص، ممكن تكون فقدت الأمل في الحمل مرة تانية. بص يا أستاذة، ومتعايشة. مشكلة التعامل مع الجهاز المناعي أو وضعه في الخطة حين التفكير في نمط للتعامل مع حل مشكلة سيدة تعاني من مشكلة في حدوث الحمل أو في الإجهاض بعد حدوث الحمل، إن ما ينفعش إن أنا أتعامل على إن الجهاز المناعي ده ما هواش عدو بيكتسب خبرات مع الوقت، وزي ما أنا بحاول ألعب معاه هو بيحاول يلعب معايا. بالعكس، ده هو عنده جزء من الأسلحة أنا نفسي معرفهاش. فهي الفكرة كلها في إيه؟ احنا لما بنيجي نتكلم عن تقنيه مثلا زي اطفال الانابيب والحقن المجهري وبنتكلم على ان هي ليها خطوات تحضيريه وي 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 والعناصر بتاعه الاجراء لازم نبتدي نتعامل معاها، هو مين اللي قال ان الجهاز المناعي ده مش من ضمن العناصر الواجب التعامل معاها؟ ده ملغي، ده ما حدش بيتعامل معاه. ما هو ملغي دي اللي بتخلينا نقول ان في فروق نبين. وفي ليه سيدات ممكن تخش تعمل الاجراء مره واثنين وخمسه وعشره ويفشل. وفي كل مرة بتزرع أجنة عالية الجودة وممكن توصل حتى أنها تعمل فحوصات جينية للأجنة والأجنة تبقى كمان سليمة جينيا، وبالرغم من كده برضو الإجراء يفشل. لأن في حاجة في النص محدش بيلتفت ليها، في حاجة اسمها جهاز مناعي له علاقة بأن الحمل يحصل، سواء الحمل ده هيجي عن طريق علاقة زوجية عادية ولا هيجي عن طريق أطفال أنابيب وحقن مجهري وسائل الاخصاب المساعد. طيب حضرتك شايف ان في يعني ايه الدور المفروض تقوموا بيه قبل عمليه الحقن المجهري؟ تجهيز الجهاز المناعي بيكون ازاي قبل الحقن المجهري او في البدايات خالص؟ بص يا استاذه، مجرد ان انا احط في دماغي ان الجهاز المناعي ده عنصر من العناصر الواجب التعامل معاها وان انا استقرئ بالراحه كل التاريخ بتاع العيانه دي هي وزوجها في المحاولات المتتالية لإحداث حمل، ده في حد ذاته بداية في الخطوة الصح. جهاز المناعي ليه مجموعة من الفحوصات، فحوصات كتيرة جدا وعلى مستويات مختلفة، جزء منها حاجات ليها علاقة وزي ما الكلام ده قلناه قبل كده ليها علاقة بعينات بتسحب وبتقرب وبتتدرس بتفحص في الدم، وحاجات ليها علاقة بتتشاف في بطانة الرحم، وحاجات ليها علاقة بعينات من أنسجة معينة. التعامل مع الجهاز المناعي على المستوى التشخيصي ما ينفعش ان هما يتم للاسف بطريقه كامله، لان تكلفه الفحوصات بتاعته عاليه جدا. صح. ففي نظريه بتقول افترض الاسوء. بمعنى؟ لا، الجهاز المناعي مش هيلعب معانا، الجهاز المناعي هيحاول ان هو يحارب لنا الاجنه دي، الجهاز المناعي مش ودود، الجهاز المناعي هيعمل كل ما في وسعه لإفشال هذه المحاولة. خد فكرة عن الجهاز المناعي بأبسط الفحوصات بس تبقى حاجات محددة شوية، وابتدي اتعامل على ان هو مش معانا ماشي في إجراءنا.
تمام. ما انا لما افترض ان الحيطه دي صلب واروح اجيب حاجه تعديني من حيطه صلب والحيطه تطلع طوب هعدي بالظبط. بس لما افترض انها حيطه طوب عاديه والاقي صلب والاقي بنفسي بخبط في صلب يبقى لو قعدت من هنا للسنه الجايه مش هعمل حاجه. قبل ما وقتنا بس يعني قرب ينتهي، عايز اعرف من حضرتك برضو دور المنظار الرحمي قبل الحقن المجهري بالجهاز المناعي، يعني دوره بيكون ازاي؟ اعاده صياغه للجهاز المناعي الموضعي في بطانه الرحم، وده كلام ونظريات عليها كلام كتير وعليها دراسات كتير قد يهاجم بعض ما أقوله. بس أنا لما يبقى عندي بالإحصائيات معدل زيادة التصاق للأجنة ب6-8% في العيانين اللي بيعملوا من المناظير رحم إعدادية بطرق معينة في مرحلة ما قبل زراعة الأجنة، ما يقدرش أجنب الكلام ده وأقول ملوش تأثير. بص يا أستاذة، هي الفكرة ببساطة شوية ونسيبنا من الطب عشان الناس تفهم. في قاعدة في المناعة بتقول إن أقرب ردة فعل أسرع ردة فعل بتيجي من أقرب نقطة. تمام. زي ما البيبي عارف نقطة دخوله في بطانة الرحم، جهاز المناعي بتاع الست عارف جاي النقطة اللي هيخش منها البيبي وقاعد نصيب له كمين. الكمين ده 10 أفراد. أنا لما أروح أخبط حتة هنا ومكان هنا ومكان هنا ومكان هنا داخل التجويف وأعمل فيهم نقط إثارة، مين أقرب مكان هيبتدي يتفاعل مع نقط الإثارة دي؟ المكان اللي فيه 10 أفراد. بالظبط. هيبعت واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا. فيبقى في الآخر المكان اللي كان قاعد فيه 10 بقى قاعد فيه كام؟ بقى قاعد فيه 4. يبقى البيبي وهو داخل بدل ما هيحارب 10 هيحارب كام؟ هيحارب 4. 4. دي فكرة مبسطة قوي علشان الناس بس تفهم. تفهم دور المنظار الرحمي إيه؟ 6-8% زيادة في نسبة التصاق الأجنة على بطانة الرحم. والدليل الصغير قوي. كان زمان بينظر لمنظار الرحم على ان اجراء مش محتاج انه يتعمل حتى للاسباب التشخيصيه في محاولات الاولى للحقن المجهري، كان يتقال كده استنى لما تفشل واعمله وبعدين ابدا اعمل. طب ليه؟ صحيح. ايه وجهه النظر في ان انا ادخل سيده تعمل اجراء تدفع فيه الاف الجنيهات وانتظر انه يفشل علشان اقول والله المره الجايه هعمل منظار رحم؟ الكلام ده لو احنا الاجراء تكلفته 15 جنيه فمش مشكله وممكن كمان ادفعهم قسط. والله كمان يا دكتور هو مش تكلفه ماديه بس، ده هي تكلفه نفسيه كمان على السيده، سيبك من الجانب يعني النفسي، نفسية بتبقى قاعده منتظره حاجه من ده كل ده بيأثر. خلينا نمسك الجانب الاقتصادي البحت. الاجراء مكلف بما يكفي ان احنا نتغافل منه عن نقط تزيد فرص نجاحه، ماشي، لمجرد ان احنا نقول اصل معلش مش عايز ازود التكلفه على العيانه في ال5 قروش دول. لان ال5 قروش دول هيوفروا عليها محاولتين ثلاثه تاني. بالظبط كده. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التوضيح المبسط لكل مشكله بتعاني منها اي سيده او ليها علاقه بفشل الحمل او كمان فشل الحقن المجهري ووسائل الاخصاب المساعد. نورتنا يا دكتور، شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله كده حلقاتنا المستمره معاك انا بسميها حلقات مثيره للجدل، لان هي فعلا بتكون بعديها الناس كلها بتبقى بتسال هو احنا عمرنا ما رحنا لدكتور وقال لنا هنعمل كذا او في مشكله او الحل بيكون عن طريق حاجه معينه بسيطة جدا ولكن ممكن تسبب لنا الحمل بمنتهى السهولة. بشكر حضرتك نورتنا شكرا جزيلا دكتور عمرو عبد الرازق، دكتوراه أمراض النساء وعلاج العقم جامعة عين شمس واستشاري أطفال الأنابيب والحقن المجهري بدار الطب وزميل الجمعية الأوروبية لعلاج تأخر الحمل. هنخرج لفاصل ونرجع لكم مرة تانية وفقرة أخرى من فقرات برنامجكم طبيب اليوم.